عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح، عشان الحزن ما يجرح، عشان الصبح ما يروح. يلا نغني للفكرة، يلا نغني شام بكرة، يلا نغني للفكرة، يلا نغني شام بكرة للبلد الطبح ذكرى. أنوار الضواحي، أنوار الضواحي النور، أنوار الضواحي، أنوار الضواحي النور، أنوار الضواحي. القبضين على الجمرة، النايمين بدون تمرة، أنوار الضواحي، أنوار الضواحي النور، أنوار الضواحي. القبضين على الجمرة، النايمين بدون تمرة، أنوار الضواحي، أنوار الضواحي النور، أنوار الضواحي. وطن واسع، أنوار الضواحي، أنوار الضواحي النور، أنوار الضواحي. ابقوا على حلم راجع، اكتبوا في الفضا الشاسع، احلموا بوطن واسع، أنوار الضواحي، أنوار الضواحي النور، أنوار الضواحي. وطن واسع، لا محزون ولا مهموم، لا مسجون ولا محموم. وطن واسع، وطن شاسع، وطن واسع، لا محزون ولا مهموم، لا مسجون ولا محموم. أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور، أكيد قلم الظلم مكسور. تنور كوكو البنايا اتحجم على أبوك. وانا امشي انت، امشي انا بيجي، امشي انا مشيت. والله ما تصليه الا اكون انا ميتة، وكفاية مهازل كفاية، ولو ما تكلم هو انا اللي بتكلم.
انا على النبي صلوا على النبي يا جماعه. مش بخط رقبتي في حبل المشنقه واقول كل حاجه. صلوا على النبي يا جماعه. امشي يا اخي. شلونك ابوي؟ امشي. الزول السكران ده يا حاج عبد المجيد هجم عليه في بيتي. والله 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 لو من نسب يا بقنايا رصصك عباس عقل. اسمع، انت عرست بنتي دي لولدك عشان داني انا اسكت، لكن ترجع عند الغافل باكر من الصباح اقول كل حاجه. بقنايا يلا يلا امشي بيتكم يا اخي. بقنايا انت تعبان. عبد المجيد سوق الزلده لبيته. امشي يا اخي يلا. وزينب مرتك دي ابوك حاج الرياحي عرسها لك عشان قتل ابوها عشان يخبي الاثر، لكن انا بقول كل حاجه بتكلم. عباس اموت كافره وطافره ما اخذت بيت على ابوي. ما بسكت بقول كل حاجه. يا حاجه ده كلام زول ما واعي، ده كلام ما بيصدق. وحاطلوا كتاب الله ان المحكمه عدتني حقي. أدتني حقي يا عباس، ما أدتني حقي أخذوا بيدي. خلاص يا حاجة خلاص، ده كلام دول سكران. يلا صلوا على النبي يا جماعة. صلوا على النبي. اطلع صلوا على النبي. يلا 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 برا يلا. وين الحلية؟ الحلية وين؟ وين الحلية؟ وين الحلية؟ وين الحلية؟ وين وين الحلية؟ شفت سواها ابوك يا سنهوري؟ يقتل ابوي ويشيل حقه؟ يا امي ابوك ده ميت له 30 سنه. تصدق كلام وزول السكران ده؟ اي حامل ابوك، لكن ابوك انا البس جنو وانا البشنقه والحق ده كله حقي انا. وباكر انا البشتكي ما بقى نايا. ما في داعي ما في داعي يا امي. دي المحكمه بس المحكمة بس. زينب دانا تمشي المحكمة؟ أمشيها الليلة ما باكر. من زمان من زمان أنا قلبي محدثني عليك، والليلة الحقيقة بانت وأنا اللي بشتكيك يا عباس. أعلم ما في خيالك كركبيه يا زينب. ها؟ أعلى ما في خيلك تركبيه وطوالي، وعندك من أصغر محكمة لأكبر محكمة. أنت عايزة الطلاق؟ يا أمي أنا ما قلت لك ده كلام مجانين ساي. جن عند العنقريب. ادخل العنقريب يا دوب. أخوانا يا جماعة يا جماعة ما تقول أنا سكران، أنا واعي وفرح. أنا صح كنت بسكر لكن تبت خلاص وسكرت حسن مخصوص عشان أقول الكلام خلاص. أنا قلت الكلام وأنا حاج الرياحي كتر أبو زينب القاضي. زينب القاضي كتر أبوه وعرسه لعباس ولده عشان. يا بقنايا الله يهديك، ده كلام ما بيتصدق، ده كلام ما بيدخل العقل. حاج الرياحي ده رجل معروف، رجل ذو الخير، بنى الجامع وبنى الشفخانة وبنى المدرسة، رب الأرامل واليتامى. ده كلام ما بيتصدق يا بقنايا. والله كلامي ده صحيح أخوانا. ذاته ود المنسب ما غيرك. والله ود المنسب ما غيرك غير أبو عباس. أنا حاضر وشاهد وعارف كل حاجة. عشان كده عباس طلب التسامية لولده. موضوع المحكمة ده التقرير الشرعي كان فيه واضح، قال انه الغرق قضاء وقدر. حتى الود المنسي ما داير من عباس حاجة عشان يغرقه. الزول ده بقى عليه بحياته.
حياته؟ هاي في حياته. والله هذا كلام هذا كله صح. لا يسع. اخواننا ما تتعبوا رغواتكم. انا صحيح. لا صح. يا قنبلة يا قنبلة كوين. قنبلة انا ماشي. اخوكم. اخواننا. لا حول ولا قوة الا بالله. يا لا حول ولا قوة الا بالله. لا كلام انت اسمعوه عذنك انو البحر اتغيرت وضعت قومي يا بنت امشي على بيتك. يا امي ابوي كلامه صح. كلنا عارفين كلامه صح. الحله كلها عارفه كلامه صح. خلاص نسكت مع الساكتة. نسكت كيف يعني؟ يا بنت انا ما كنت عارفه وساكته الزمن ده كله. كنت خايفه على ابوي لكن خلاص. يا بنت هوي ده كلام ليل. عباس الرياح ما بينقدر. بكرة كل زلم في شغله. مية مشكلة زي دي قامت. وعباس الرياح ما انسجن ولا يوم. بكرة يجوه مية محامي ويطلعوه فشوش. قوم يا بنت على بيتك شوفي معاشك. سامية يا بنتي ده التلت الأخير من الليل. والتلت الأخير فيه رحمة. أسمعي كلامي. قوم على بيتك. تاني أرجع. يا بنتي الكلام ده كان صح كان غلط ما فيه فايدة ما تهتمي بيه. كلام أبوي صح. عايز أقول لك كلام يا بنتي. الحكم لا عندي ولا عند أبوك ولا عند عباس ولا حتى عند القاضي. الحكم عند رب العالمين. وكان في زمة الزمة ليها رب. وكان كلام خارم بارم ساكت ما في لزوم للفتنة يا بنتي. قوم يا سمحة الله يهديك. بعدين يا عباس ما شوف لنا يا اخي طريقة مخارية بالليل ده ولا كيف؟ مخارية تعرف يا قبويا عباس ما بحب الا الزنقات دي. ظنك انت يا اخوي زول باردة. السكران ده ما طلع الفضايح وما يطلع ما يطلع كان طلع قضية واتحكمت وطلعت برا. بعدين ابقى نايف وكتر ود المنسي ما انا. ولو قاتني كلام زي ده بقطع رقبته. طيب مشكلة ابو مرتك زينب. كلمة طلاق بس تقطع قلبها. عباس يا اخوي اسمع خليني انا امشي اشيل لك السكران ده في راسي ها اوديه البحر ومغرقه وننتهي منه. لا 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 دايما عليك غبي وما بتتعلم. انا كنت مفتكرك زول ذكي يا قبوجة تاريككم لحم ساكت. تضحك كمان. اسمع يا قبوجة بتعرف لك كم سنة؟ كثير. حصل شفتني ترددت؟ حاشا لله. رجفت؟ في شنو مالك؟ عبد الماجد ونريمة جابوا سامي لبيته. عباس جيت البدي معناها في خطة. تصدق يا قبويا يومين أنا ما نمت. ليه؟ بفكر في خطة. كنت خير عبد الماجد حلالي على فكرة. شنو؟ انت بس تتفرج وقول يا سلام. ولا قوة الا بالله.
في هنا يا جماعه؟ ما في حاجه، ما في حاجه. ابويا ابويا يا يلا يا بنت اطلع يا امشي يا هلي. لا لا يا حاج عباس، يا عبد الماجد، البنت دي ابوها حاول يفتني مع زوجتي الحبيبه. تفتني انا؟ تفتني انا مع المرة الطيبه دي؟ تفتني مع شريكه حياتي؟ المرة اللي ربت لي عيالي واكرمت لي ضيوفي وحافظاني في غيابي وفي وجودي. ابوها الله يرحمه كان صديق ابوي الروح بالروح، رجل بر واحسان، حاج الرياح زول معروف يعمل كده. اطري اطري يا بنت اهلك يلا. خلاص يا حاج عباس. لا ما خلاص، ما خلاص. اذا كان بكره ما مشى اشتكى هو، انا اللي بمشي اشتكي. خلاص طلقوني. انا ما ظالم، انا ما ظالم عشان اطلقك. جايز تكوني مظلومه ودي مساله تفصل فيها الغضب. اذا كان انا مجرم اسلمه الرقبتين طعامي هنا، واذا كان ابوك كذاب كمان نشوف. اتفضلي امشي اهلك بعدين نطلقك. طلقوني هسه، انا ما بطلع من هنا الا تطلقوني. سنوري طلقت فتنكني مع ابوك. طلاق ما في، وبكره انا اللي بفتح البلاق وانت اللي بعيبك سويه. عايزه الطلاق وانا اللي بقف قدام القاضي ما ابوي. بكره من الصباح انا بمشي المحكمه عشان اشوف منو خطأ. انا حاولت اعلمه وبقيهم زي الناس زي الرجال، لكن ما في فايده. تفضل اطلع شاهد. انا من هنا الشبر ما مارقه الا اعرف نفسي قاعده على حق ولا على باطل. اطلع يا بنت. ده بيتي، امشي وين يعني؟ بيت اهلك. ما ماشي بيت اهلي، ده بيتي. طلقتوني بمشي، ما طلقتوني ما ماشي. واذا ما عجبكم ممكن تتفضلوا انتم. خلاص يا سنهوري اطلعي انت وسيب لها البيت. بكره هي بتعرف الكذاب منو. يلا يا جماعه اتفضلوا على بيتكم. لما حجة تفضلي. لا حول ولا قوة الا بالله. لا حول ولا قوة الا بالله. انا لازم امشي بتودى المنسي. طوال اقول كل حاجة. افتو اتفشى فشى سنوري. وين وين وين؟ لا 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 استاذ معلم، كل يوم بنتعلم منك حاجه جديده. هنا يا اخي، هنا في كمبيوتر. لكن هتمشي المحكمه؟ ها يا اخي، بكره من الصباح جزاك يجي يتكبكب ويرجف. يا حاج عباس امسح علينا في وشنا، باركوها يا جماعه، صلوا على النبي. وكان ماجو؟ ماجو ده شنو؟ ما بمشي المحكمة؟ بمشي المحكمة عديل وبرفع قضية بتاعة رد شرف. ايه رأيك؟ لكن كده ما بتنبش القضية؟ ياتو قضية، ياتو قضية يا قبوجة يا أخي. انت ما عايش تتعلم، عمرك ما حتتعلم. القضية ما اتحكمت يا أخي، وأنا طلعت براءة، وهم قدموا استئناف وشطبوه يا أخي. خلاص تادي القانون دخل. بعدين المادة 100، أنا مش كلمتك بالقوانين دي؟ ما ظاهرة واضحة. الله تربية إنجليز، تربية إنجليز ما في كلام. كنت مفكر في الشردة ها؟ يا أخوي أنا لسه راجل شباب. لا تزوجت لا ولدت. داير تقرضني؟ يا حاج يا حاج يا حاج يا ريس. أيوه يا إخوان. يا جماعة يا جماعة أنا قاعد أفتش لكم، أنتوا قاعدين بين هنا. شنو يا سينما؟ أبقى نايم. ماله؟ ما مشى على بيته ودى المنسي. ها؟ طيب خلاص خلاص يا سينما، شكرا. سينما في الخدمة، سينما باسطة وحليب والفيلم هندي. باي.
خليه يعمل اي حاجه. لا 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 لا, لا. ما بخليه. امشي تنتظرني جنب البحر. انا بمشي بخمه لك في كتفي ده وبجيبه. انتظرني انت محل الجيفه الغريقه. انا لازم اجيف قدام الكعبه واقول حكايه ولد المنسي. انا علاي القاضي. انا عبد الله محمد محمد علي ابو قناه. اقسم بالله العظيم وكتابي الكريم انا اقول الحق ولا شكر الحق ولا غير الحق. وفي الحقيقة أنا كويس لحد ما السكر تطير منه ونعرف نتفاهم معه. جيب عديل يا حصان. جيب عديل. انا ما سكران ولا حاجة. سكران انا وعارف اي حاجة. اجيب المركب وادخل جوه اغرقه. لا قطعوني قطعوني اي حاجة. انا ما شكلي دي ما بتفكر قدام القاضي. خلاص انا الكلام كلامي خشوش وخشبي قلوب الرجال. خلاص احسن لك تمسك لسانك. طلع المسدس ورصصه يا اخي. رصص رصص. وانت يعني ما خايف على نفسك؟ انا ما خايف. معني كويس يا ابو قنايه. قبل ما اصل المحكمه اولادك الثلاثه